خير إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقه في الدين يا رب العالمين. وفقنا للعمل بما يرضيك عنا وإلى غيرك لا تكلنا. افتح أقفال قلوبنا بذكرك وألهمنا شكرك واجعلنا من أهل معرفتك ولا تجعلنا من الغافلين. آمين يا رب العالمين. المرة الماضية قرأنا شيئا من أو حكمة من حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، وما زال الأمر ليس محسوما بالنسبة لما نقرأ في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله تعالى. قرأنا شيئا من كتاب بلوغ المرام، والنية إن شاء الله تعالى أن نقرأ كتابا آخر، وما زلت أستعين الله تعالى وأستخيره فيما يشرح صدري للقراءة في هذا المجلس. جاءتني اقتراحات الإخوة، من بعضهم قال قراءة الحكام، البعض الآخر قال قراءة رسالة أيها الولد، ما هي رسالة لطيفة للغزالي صغيرة الحجم ولكن فيها فوائد طيبة رحمة الله على الغزالي. فما زلت لست حاسما أمري في هذا الشأن فيما أقرأ. فالغزالي مثلا رسالته صغيرة نعم، ولكن فيها فوائد كثيرة، ممكن أن نقرأها بشكل سريع ثم نقرأ ما يسر الله لنا فيما بعد. كما تعلمون أن الغزالي رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس الهجري، وولد سنة 445 وتوفي سنة 505، يعني عاش 60 سنة رحمه الله تعالى، وخلف الأثر الكبير من الكتب والعلم بأصناف متعددة، يعني له في العقائد وله في ضحد آراء الفلاسفة والرد عليهم و كتاب تهافت الفلاسفة، وله أيضا في الأصول المنخول وغيره، وله في كتب الفقه وشافعي المذهب، وله ما شاء الله في أيضا الرقائق والتزكية إحياء علوم الدين، والكتاب الأربعين في أصول الدين، وغيرها من الكتب، وهي كثيرة رحمه الله تعالى. اللطيف في قراءة ترجمة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، قصته لطيفة، أن والده توفي وترك لهم قليلا من المال، وأسند رعاية شؤونه مع أخيه، هو وأخوه، له أخ أيضا اسمه أحمد، فمحمد هو الغزالي وأحمد تحت رعاية عمهم، وكان فقيرا فترك لهم شيئا، فأنفق عليه من هذا المال الذي تركه لهم، ثم بعد ذلك نفد المال، والعم فقير ليس له مال، ف أخذهم إلى المدرسة الشرعية إذا شئت بمصطلحنا اليوم. في ذاك الوقت
المدارس الشرعية في المساجد لهم دور خاصة حول المسجد، غرف خاصة في صحن المسجد، يعني حول المسجد تكون، فطالب العلم يقرأ ويتعلم وينام ويأكل ويشرب بلا مقابل. وهذا كان ديدا المدارس الشرعية لطلاب العلم في العالم الإسلامي. أوقاف كلها تغذى من الأوقاف، أوقاف أهل الخير. فأهل الخير أوقفوا الأوقاف حتى يعتنوا بطلاب العلم وبالعلماء وبأهل العلم والفقراء، والكلام في هذا يطول. فالغزالي رحمه الله تعالى مع أخيه ألحق بواحد من هذه المساجد حتى يأكل ويشرب، وهذا أهم شيء، يكون لهم مأوى بلا مقابل لأنهم لا مال لديهم. فالتحقوا بهذه الحلقات العلمية، طبعا ما كان في دروس نظامية بمعنى أنه بتجي على الساعة 8 بتطلع على الساعة 3، ما في دروس نظامية، إنما كان في حلقات، والحلقات داخل المسجد، فكل مسجد فيه أسطوانات، أسطوانات يعني عمود، عمود كبير، فغالبا يكون العالم مستندا إلى أسطوانة من هذه الأسطوانات، فمثلا أسطوانة الفقه تكون عن اليمين، مثلا أسطوانة اللغة العربية عن يسار الداخل، أسطوانة لا أعلم مثلا النحو أو الأصول تكون في مؤخرة المسجد، وهكذا. ففي أسطوانات، وما يزال الأمر كذلك في بعض مساجدنا نحن اليوم. فكانوا يقرؤون العلم على العلماء، ثم ينامون في هذه الغرف التي هي حول المساجد، ما يسمى فيما بعد تكايا أو تكية، وهي الإضافة أو الاستضافة بلا مقابل، يأكل الناس ويشرب الناس الفقراء. فهو على نظام التكايا، قبل التكايا حتى، هي أوقاف لرعاية طلاب العلم. فالغزالي مع أخيه كانا يطلبان العلم، فسبحان الله قرأ الغزالي وفهم وطلع وكان ذكيا، وأخوه كان متجها للوعظ فقط، فكان اتجاه الأخ اتجاها وعظيا، وكان اتجاه الغزالي اتجاها فلسفيا كلاميا عقديا، هذا تخصصه في العلوم العقلية والأصول والفقه فيما بعد. فكان يعني ما شاء الله مبرزا في موضوع العلوم العقلية وصاحب حجة، لذلك سمي فيما بعد حجة الإسلام. فقرأ الفقه وقرأ الأصول وقرأ اللغة وقرأ الحديث، ولكن لم يعنى كثيرا بالحديث، وهذا من يعني الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا مما يؤخذ على الغزالي رحمه الله تعالى، أنه لم يعنى كثيرا بعلوم الحديث. نعم يعني جمع في كتبه كثيرا من الأحاديث، ولكن لم ينقب عن صحة هذه الأحاديث، إنما من مثلا الناحية الفقهية والأصولية والكلامية هو إمام كبير لا يشق له غبار رحمه الله تعالى.
أكرمه الله سبحانه وتعالى بمناصب عدة أثناء حياته، من رئاسة مدرسة العلوم والتدريس، فكان يدرس وبرز صيته وشهرته، فصار مطلوبا، يعني يطلب من الأمراء ويطلب من أصحاب الشأن، إلى أن أخذته رحلته إلى دمشق، فاعتكف هناك 10 سنين وألف الإحياء. الإحياء ألفه هناك، اعتكف في دمشق في المسجد الأموي، وله غرفة لمن يعرف المسجد الأموي، في غرفة معروفة إن سألت عنها، إن لم تكن على دراية اسأل، يرشدك إلى غرفة الإمام الغزالي. فنحن الحمد لله دخلنا هذه الغرفة وقرأنا فيها حتى مع شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله يعني. ففيها اعتكف الإمام الغزالي، وصارت له نقلة نوعية، وصنف كتبا كثيرة أيضا في هذه العزلة. ومن الكتب التي صنف أيضا رسالة صغيرة، هي رسالة أيها الولد رحمه الله تعالى. فمقدمة الرسالة، أنا أقرأ من رسالة بشكل سريع. مقدمة الرسالة ليس من كلام الغزالي، هذا من كلام النساخ الشرحون أو الشراح إذا شئت، في من شرح الرسالة أيضا، أن واحدا من الطلبة المتقدمين لازم خدمة الشيخ رحمه الله تعالى الغزالي، يعني أبو حامد الغزالي، واشتغل بالتحصيل وقراءة العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم واستكمل فضائل النفس. ثم إنه تفكر يوما في حال نفسه وخطر على باله سؤال، فقال: إني قرأت أنواعا من العلوم وصرفت ريعا من عمري على تعلمها وجمعها، والآن ينبغي أن أعلم أي نوع من هذه الأنواع ينفعني غدا ويؤنسني في قبري، وأيها لا ينفع حتى أتركه. ثم قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول، كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك، صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فمن هذا الباب توجه إلى الإمام الغزالي وسأل هذا أو هذه الأسئلة، حتى كتب إلى الغزالي كتابا يستفتيه وسأله عن هذه المسائل والتمس نصيحته، فرد عليه الغزالي بهذه الرسالة رحمه الله تعالى. كتب الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أيها الولد المحب العزيز، أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة عليه الصلاة والسلام. يعني إذا شئت الكلام، إذا شئت معناه، أنك كنت تطلب النصيحة، فالنصيحة تطلب من معدن الرسالة، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، من الكتاب ومن السنة. إن كان قد بلغك منه نصيحة، فأي حاجة لك في نصيحة؟ لأنه شو بدك؟ يعني إذا بلغك من القرآن ومن السنة نصيحة، فما لك ولي؟ فأي حاجة لك في نصيحتي؟ وهذا من باب إحقاق الحق، ليس من باب التواضع، عرفت؟ يعني أحيانا الناس يظنون أن هذا من باب التواضع، هذا من باب إحقاق الحق، ولو فيه طبعا فيه شيء من التواضع أكيد، ولكن هذا إحقاق الحق، أن النصيحة تطلب من القرآن والسنة، وليس أعلى من كتاب الله من شيء، وليس أغلى من كلام الله شيء.
وبعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أدركت هذا من كتاب الله ومن سنة رسوله فليس لك حاجة بنصيحتي. ما أشوف نصيحتي لا شيء، إنما الكتاب والسنة. وإن لم تبلغك، يعني إذا لم تحصل هذه النصيحة من الكتاب والسنة، ماذا حصلت في هذه السنين الماضية؟ أنت كنت ملازما لي سنوات، إذا ما أدركت هذه النصيحة من الكتاب والسنة، فما الذي فعلت في هذه السنين التي مضت؟ شو كنت عم تضيع وقتك؟ يعني أنت شو كنت عم تعمل؟ على كل تنزلا، طبعا هذا من باب المقدمات، أنه أولا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا توصيف حال بالنسبة للطالب الذي يسأل، إن لم تحصل هذا فما الذي حصلت؟ ثم تنزلا عند رغبة السائل من باب نشر العلم، قال: من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته قوله: علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. طبعا كما ذكرت لكم آنفا أن الغزالي رحمه الله تعالى لم يكن ذا عناية بالحديث، بمعنى أنه ينتقي وينتخب من الأحاديث ما صح منها وما علت رتبته وما صح سنده، إنما ما جاءه من الأحاديث يرويها رحمه الله تعالى. أصل هذا الحديث إذا شئت: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث الصحيح. فإذا شئت أن تشتغل بما يعنيك هذا من علامة حسن إسلامك. يعني أنا إذا شئت غيرت الحديث. فإذا وجدت نفسك تشتغل بما لا يعنيك فهذا علامة من علامات عدم التوفيق، علامة من علامات عدم التوفيق أن ترى الإنسان يشتغل بما لا يعنيه، يشتغل بما لا ينفعه، ففيه مضيعة للوقت، فيه مضيعة للعمر. وما الذي ينفعك أن تراقب الجيران مثلا؟ ما الذي ينفعك أن تسجل أخطاء الناس؟ الذي ينفعك أكثر تراقب نفسك وأن تسجل أخطاء نفسك، هذا الذي ينفعك أكثر. فتقديم الأهم على المهم، وتقديم المهم على ما لا فائدة فيه. هذا أحيانا يعني لا يدرك المرء أهمية التوازن بين ما هو أهم وما هو مهم، بين ما هو مهم وبين ما هو ليس بمهم أو لا فائدة فيه. فالغزالي رحمه الله تعالى يلفت نظر الطالب أن يشتغل بما يعني. وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته. من ذا اللي كان عم يذكره قبل قليل؟ أخ عصام. أن الإنسان إذا مرت عليه ساعة وما استفاد منها فجدير أن تطول عليه حسرته، أنه هذه الساعة ذهبت لا تعود، فلا تضيعها، استفد بما هو نافع، اشغل وقتك بما هو نافع من الطلب الحلال، من الكسب، من رعاية الأولاد، من القيام بشؤون العائلة، من طلب العلم، من طبعا وقبل كل شيء القيام بالفرائض،
سواء الصلوات أو الصيام أو الزكوات أو غير ذلك، من الترفيه عن النفس، بمعنى أن تأخذ قسطا من الراحة. وهل هذا مضيعة للوقت؟ لا، ليس مضيعة للوقت، أن يرتاح الإنسان فيه تجديد للطاقة، فيه تجديد للنشاط، حتى يقوم لعبادة الله بشكل أفضل، بشكل فيه تركيز أكثر فيما يقول، فيما يفهم. إنما إن أتعب نفسه وأجهد نفسه بما لا تطيق وما لا تحتمل، ويوشك أن يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا الحديث جميل جدا، عملت عليه أكثر من خطبة، وهو من الأحاديث اللطيفة الجميلة جدا. المنبت هو الإنسان العجول اللجوج الذي يريد أن يأكل الثمرة قبل أن يزرع البذرة، يعني هذا هو المنبت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه هذا المنبت ده الذي لا يستريح ولا يرتاح، يريد أن يقطع مسافة سفر يومين أو ثلاثة بيوم واحد، ممكن، بس هذا بحاجة لدابة تستطيع أن تحملك ليل نهار، الدابة لا تستطيع، لابد أن ترتاح. هذا المنبت الذي بدل أن يستريح استمر بالسير واستمر بالسير واستمر بالسير، فلا أرضا قطع، لا هو أنهى رحلته ووصل إلى منتهى الرحلة ومقصده فلم ينتهي إلى ما قصد، ولا هو أبقى الدابة حية، قتل الدابة، قتل الدابة من كثرة الأعياء، من كثرة الإجهاد والتعب، قتلها. كذلك الأمر، ممكن الإنسان أن يقتل نفسه، بمعنى أن يدخل نفسه في تعب. فلا بد أن يتعلم الإنسان أيضا فن الراحة، أن يرتاح، طبعا ما يبالغ في الراحة، أنه مثلا بعرف ناس، أنا أو أسمع عن ناس كثيرين، أنه نهار الأحد هذا ينام للساعة 2 بعد العصر مش بعد الظهر، هذا لا يجوز يا أخي، لا يجوز، هذا ماضي على الوقت. نعم، قوم صلي الفجر، بدك تنام بعد الفجر نام، طيب ولكن ضيع عليك الظهر والعصر والفجر؟ لا، لا يجوز. بقول لك ايه تعبان، ما هيك بكون الراحة، لا تكون كذلك. فأيضا يتوازن الإنسان، لا يكون كالمنبت، بمعنى كسر ظهر الدابة فلا هو استمر في رحلته ولا الدابة عاشت. فلا تكن كذلك في التعامل مع نفسك أو مع أهلك أو مع العمال الذين عندك. أحيانا رب العمل، لا لا، كم تابعوا 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 تابعوا، ما فينا نوقف، تابعوا تابعوا، بتلاقي مرض العامل أو صار معه حادثة لأنه ما كان مركز وكان متعب ومضنى من التعب. وهذا ما يحصل أحيانا مع عمال في المصانع مثلا، أو ما يحصل الآن عندنا في الأناتشاس، النظام الصحي مثلا، في المستشفيات، الأطباء والممرضات إلى آخره، عم يشغلون ساعات فوق ما يحتملون، فعم بيصير في مشاكل، بيصير في أخطاء، بيصير في ضرر، ما بيجوز. كذلك الأمر بمهن أخرى، مثلا قبل 10 سنوات غيروا النظام أو ما يقارب هذا الشيء، بالناقص أو بالزايد بعض سنين لا أدري تحديدا متى، بس غيروا نظام ساعات العمل بالنسبة للطيارين. هذا الطيار كم ساعة يستطيع أن يعمل؟ ففي عدد معين،
قول 30 ساعة 40، ما بعرف نسيت العدد، كان بس سنوات يعني طويلة كانت في الأخبار يعني إنه كان عدده مثلا 30 40 ساعة، نزلوا له على العدد لأنه عم بيصير في حوادث، فراقبوا الأمر وجدوا أنه هذا الإعياء والتعب، فلا بد أن يكون مستريحا حتى يستطيع أن يؤدي مهنته بشكل صحيح. كذلك الأمر مطلوب من الإنسان أن يوازن بين الراحة وبين العمل، لا يفرط في العمل فيجهد نفسه ويكون كالمنبات، ولا يسرف في الراحة فيكون داخلا في دائرة الكسل والتفريط. فيقول له إن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه حسرته، لأنه سيحاسب عليها. ويسأل الإنسان كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه الترمذي وغيره: لن لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمسة، من بين هذه عن عمره فيما أفناه، فيما شغلت وقتك الذي وهبك الله عز وجل، هذا العمر الذي أعطاك الله فيما شغلته. فإن كان في الخيرات وجد ذلك في صحيفة أعماله، وإن كان في غير ذلك أعوذ بالله، نسأل الله السلامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال: ومن جاوز الأربعين، طبعا هو يسوق هذا على أنها أحاديث وهي ليست كذلك، عرفت، إنما هي أقوال للتابعين وللصحابة أحيانا. من جاوز الأربعين ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. طبعا هذا ليس بحديث، ولكن المعنى أن الإنسان إذا ضيع عمره فيما لا فائدة فيه وجاوز الأربعين، وأظن أننا جميعا جاوزنا الأربعين، ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار أعوذ بالله. هذه المقولة تنسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه طبعا، وهذا ليس بحديث ولا يحمل على ظاهره، بمعنى أنه طيب إنسان بلغ الأربعين وما غلب خيره شره، شو فلا تجهز إلى النار، يعني هو من أهل النار؟ لا، ده لا أحد يستطيع أن يحكم بأن فلانا أو فلانة من أهل النار إلا الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الأمر أن الإنسان يجب أن يسعى أن يغتنم الأوقات التي وهبه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفرط فيما رزقه الله من خير، وهذا الخير هو الوقت. المفهوم الأجنبي يقولون الوقت من ذهب، نحن المسلمون نقول الوقت هو الحياة، فالحياة أغلى من الذهب، عرفت، time is money، عرفت، إنه الوقت هو فلوس، إحنا منا ماديين، نتعامل مع المادة ولكن نحن لسنا بماديين. نقول من الناحية الشرعية الإسلامية الوقت هو الحياة، طالما أنت عندك هذا الوقت، عندك فسحة من العيش والحياة، فهذا ما تجني فيه الخير إلى يوم القيامة. فمن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره، يعني الإنسان بلغ الأربعين وجاوز الأربعين، العداد العكسي بدأ بالتنازل، العد العكسي بدأ، يعني فوق الأربعين قديش بيعيش؟ الله أعلم، عمر أمتي بين 60 و70، القليل الذين يجاوزون 80 90، هم القلائل، الغالب الوفيات، ونقول الوفيات وليس الوفيات، خطأ، هذا خطأ شائع، فغالب الوفيات تكون يعني بال60
بالسبعين، 70 80، يعني هذا هو الغالب. فإن بلغ الأربعين يعني نصف عمره راح، وأكثر من نصف العمر. طيب هل يستطيع أن يستدرك؟ إن أخلص النية وأقبل على الله بصدق، ممكن أن يعوضه الله سبحانه وتعالى في أوقات قليلة ما فات، ويضاعف له الأجر إن صحت النية. ممكن في عنا أناس كثيرون إيه أهداهم الله عز وجل بعد الأربعين، وفي ناس بعد الخمسين، وفي ناس قبل الموت ببضع شهور ختم الله بخاتمة السعادة. ممكن هذا ممكن، ولكن طبعا أنت لا تعول على عملك، بمعنى أنه ما زال عندي وقت. وهذا كثير شائع وذائع بين الناس، تقول لأحدهم مثلا حجات، لك لا بعدني صغير. شو يعني؟ لأنه يعني الله عم يتمتع بحياتي، إيش أنه خلاص، بس أنا عندي جاوز 50 60 بروح بحج وخلاص بتوب. إيش أنت بتضمن أنك ستعيش 50 أو 60 وأنك ستتوب وأن الله سيقبل توبتك؟ هذا الكلام يعني خطير، ومن يضمن لك أنك ستعيش؟ لذلك عليه الصلاة والسلام يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، يعني ليس فقط حصرا أو حكرا على الحج أو حصرا بالحج، ولكن من الفرائض الأساسية في الإسلام هي الحج، أكيد من الأركان. كذلك الأمر، قم بما تستطيعه الآن وأنت قادر قبل أن يأتيك وقت فلا تستطيع أن تقوم بهذه الأعمال التي كان من السهل عليك أن تقوم بها، وصار الآن من الصعوبة بما كان أن تقوم بها. فمن أخلص لله النية وتوجه إلى الله عز وجل يمكن أن يعطيه في الوقت القصير ما لا يستطيع أن يحصله في الأمد بعيد أو طويل. ممكن هذا يسمى من التوفيق والفتح من الله سبحانه وتعالى. الغزالي رحمه الله تعالى يقول وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم، يعني أنا أعطيتك رؤوس أقلام وهذا يكفيك. كلام طبعا النصيحة كلام مختصر، كلام مختصر وليس مطولات وليس بتفصيل، سيعطينا بعض التفصيل فيما بعد، ولكن هنا هو يريد أن يوجه السائل إلى أهمية الاشتغال بما يعني، وإلى أمر مهم وهو رأس مال كل إنسان، الوقت. الوقت سواء تريد أن تقوم بأعمال دنيوية، يقول لك أمتى حتخلص، وقت، أو أمتى حنبدأ، سواء تريد أن تقوم بأعمال أخروية من الصلاة، من صيام، من صدقات، من زكاة إلى آخره، الوقت مهم. ثم ختم رحمه الله هنا بقوله وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. قال رحمه الله تعالى النصيحة سهل والمشكل قبولها. هذا باب مهم لفت إليه النظر الغزالي رحمه الله تعالى. عندنا في المثل السائر الشعبي نقول قديما كانت النصيحة بجمل، اليوم النصيحة ببلاش وحدا بيقبلها. صحيح هذا الكلام، نعم، ولو أنه كلام شعبي ولكن صحيح، أنه قديما كان قيمة النصيحة غالية، فممكن أحدهم أن يعطيك جملا مقابل أن تعطيه نصيحة ينتفع بها. جمل بيعطيك، يعني مثل سيارة بنتلي اليوم مثلا، هيك قيمة الجمل، يعني قيمة مهمة. ولكن اليوم حتى لو أزددت النصيحة لأحدهم
بلا مقابل، يعني يعرض عنك ولا يريد أن يسمع. طبعا وللنصيحة آداب كما نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والعلماء فصلوا في شرح هذا الحديث عن آداب النصيحة، ومن ينصح وكيف ينصح وأسلوب النصح. وفي هذا ربنا عز وجل يسرد لنا قصة موسى، وهل أتاك حديث موسى؟ فربنا عز وجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قصة موسى. طبعا سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقصة موسى من الأخبار التي يتناقلها الناس ذاك الوقت، فما من في ذاك الوقت لم يسمع بموسى؟ الناس يعلمون ويسمعون بقصة موسى بحكم مجاورة أهل الكتاب للعرب في ذاك الوقت. ثم قال الله عز وجل لموسى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. سبحان الله، لما تقرأ الآيات، طبعا ربنا عز وجل يعلم سيدنا موسى ما يقول. وهذا قصة سيدنا موسى أثناء رجوعه من مدين، لما رجع من مدين بعد أن تزوج ابنة نبي الله شعيب، الرجل الصالح والنبي الصالح، وكان مهرها أن يعمل عند شعيب ل8 سنين أو 10 سنين. إذا شاء أن يتمم العشر فهو كرم منه، وإذا شاء أن يكتفي ب8 سنين فله ذلك. فبعد أن قفل راجعا مع زوجه في الطريق، نزل عليه الوحي. والوحي طبعا كان هنا مخاطبة الله لموسى عليه السلام مباشرة، إذ رأى نارا فقال لأهلي امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا في سورة طه. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. أثناء طريق رجعته من مدين إلى مصر، مر بالوادي المقدس، الوادي المقدس اللي هو طوى، فهو يعني مرتفع عن سطح البحر 200 وقرابة 30 متر أو 70 متر هيك شيء. على كل، مر بهذا الوادي وكلمه الله، لذلك يسمى موسى عليه السلام كليم الله. فوجهه ربنا عز وجل، أمره بالأحرى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب إنه طغى، شو بدك تروح يعني اصف له رقبته، اسلخه السيف، لعله رقبته؟ لا، شو لكان؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل، ربنا عم يقول له شو يقول له لسيدنا موسى، شو يقول لفرعون، عرفت؟ فقل، يعلمه ربنا، وكان يمكن أن يتركه وشأنه انه اذهب الى فرعون انه طغى. فسيدنا موسى بتعرف يعني انت، عليه السلام كان شديدا عتيدا وبيغضب بسرعه، عرفت؟ يمكن كان روح واتخانق معه، الله اعلم، وهجموا الحراس عليه وضربوه وكذا. ويعني علمه ربنا ماذا يقول وماذا لا يقول: اذهب الى فرعون. طبعا بقية القصة منثورة في القرآن الكريم، ذكر بعضها في سورة طه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى.
استجاب الله دعاءه، فيسر له أخاه وزيرا يعينه، يعني صار نبيا معه. هذا دليل أنه ممكن يكون في نبيان في وقت واحد. فنبيان هو رسول، موسى رسول ونبي، وهارون كان نبيا. الذي جاء بهذه القصة هو النصيحة سهلا والمشكل قبولها. فوجه ربنا عز وجل موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون فينصحه وعلمه ماذا يقول له. شو قال له؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ لما تقرأ هذه الآية وتتمعن في عمق هذه الآية، شيء عجيب. هذا الطاغية، هذا الظالم، هذا الدعي الذي يدعي أنه إله وأنه الرب الأعلى، ربنا عز وجل أرسل إليه رسولا ونبيا، في فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شايف؟ يعني القصة كما ذكرت لك منثورة في سور القرآن. فمرة في سورة النازعات يقول الله له فقل هل لك إلى أن تزكى، ومرة يقول له فقولا له قولا لينا، قولا لينا لهذا الطاغية. إكليش عندك، هذا ما بحاجة لقول لين، هذا بحاجة لشطب، عرفت؟ طاغية وقتل الناس وذبح الناس وظلم الناس واستعبد الناس وأكل حقوق الناس وشو بدك، يعني ظالم طاغية، وادعى الألوهية، وليس فقط الألوهية بل قال أنا ربكم الأعلى، يعني ليس فوقه من إله. طيب، فقل هل لك إلى أن تزكى؟ اللافت في الآية أن الله عز وجل وجه خطابه أولا باللين واللطف، وهذا حال الأنبياء مع أقوامهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، في أول الآية، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا حال الأنبياء مع أقوامهم، أن الله بعثهم مبشرين، بعثهم ميسرين، بعثهم لينين، هينين، ميسرين. هذا صفة الأنبياء أنهم كذلك. فقل هل لك إلى أن تزكى؟ طب ليش أول شيء ذكر الله تعالى هنا في دعوة موسى لفرعون مسألة التزكية؟ لأن المانع عن قبول أي دعوة أو أي رسالة هو مدى صفاء القلب أو غشاوة القلب. فإذا كان القلب مغشا بالأهواء، مغشا بظلمات الشرك، فلن يقبل أي دعوة. فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني وأهديك إلى ربك فتخشى. وهكذا أيضا كان الأمر بالنسبة لدعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فأشار إبراهيم إلى مسألة التزكية أيضا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأيضا ذكر الله عز وجل أنه استجاب دعاء إبراهيم وأنه بعث منهم، أي من قريش، رسولا من أنفسهم وزكاهم صلى الله عليه وسلم. التزكية، مسألة التزكية مسألة مهمة جدا، لذا فتح فيها
ربنا عز وجل الدعاء والدعوة بالأحرى، دعوة موسى لفرعون. طيب الله تعالى أعطى فرعون مع طغيانه أعطاه فرصة ليتوب، فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني ألن له القول وأهديك إلى ربك فتخشى. كان يمكن أن يقول له وأهديك إلى الله فتخشى، ولكن هم لا يعلمون هذا هذا الاسم الله، إنما يعلمون الإله، يعلمون الرب. فهو لو أتاه بهذا الاسم العجيب الغريب لهم لا كان داعيا للنفرة منه، ولكن هو يريد أن ينتقي الكلام انتقاء، فلا ينتقد شيئا من كلام موسى، ولم يستطع أن ينتقد شيئا من كلامه. ما هذا الذي جئتنا به؟ ما هذا الله؟ لا نعرفه. فقال هل فأهديك إلى ربك فتخشى، سامع؟ فأهديك إلى ربك فتخشى. الآية الأخرى قال فقولا له قولا لينا، يعني ألين له القول، افتح له الباب، قد يتوب، قد يسمع، قد يستجيب. والله يعلم أنه لن يتوب ولن يستجيب، ولكن هذا من باب تعليمنا نحن كيف نفتح الأبواب لمن هم على خطأ أن يأتوا ويتوبوا. يعني ليس المطلوب نحن أن نقذف بهم في النار، هذا ليس مهمة لنا، هذه موكولة إلى الله عز وجل، مهمتنا نحن أن نبلغ. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فذكر له الخشية، لأن الخشية كما قال عليه الصلاة والسلام الخوف، يعني من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، يعني الذي يخاف العدو، الذي يخاف العواقب، الذي يخاف اللصوص ما بيسافر بوقت ممكن أن يتعرض له اللصوص، يسافر في وقت لا يتعرض له اللصوص فيه. من خاف أدلج، يعني مشى لما الشمس تصير دافئة مش حارة، أدلج. وكانوا يسيرون في الليل، يسيرون في الليل حتى يقطعوا المسافات الطويلة في الليل، أنه الوقت مناسب والحرارة مناسبة في الليل، إلا أن يكون طبعا زمهرير شيء آخر، بس بالغالب من خاف أدلج. ومن أدلج يعني من مشى مبكرا، من مشى مش تأخر في المسير، هذا الشاهد أيضا في الكلام، من مشى مبكرا وصل مبكرا. من خاف أدلج، الدلجة يعني شيء لما أول الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، هذا هو. فلولا الخوف لما أدلج. وأهديك إلى ربك فتخشى، إذا خشيت الله خشيت عواقب أعمالك، وأنك ستعاقب على كل فعل قبيح فعلت إن لم تتب وإن لم تقبل توبتك من الله سبحانه وتعالى. فالغزالي رحمه الله تعالى يقول النصيحة سهلة، ممكن أي واحد يعطي أي نصيحة، ولكن المشكل قبولها. إذا جئت بيعلل الغزالي هون بيقول بأن لأنها في مذاق متبعي الهوى مر، يعني النصيحة لمتبعي الهوى مرة عليهم، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. يعني الله يحفظ قلوبنا من الفتن. نعم النصيحة سهلة، ولكن للنصيحة آداب. أنت لا تستطيع أن تنصح على الملأ، إنما من شروط النصيحة حتى تكون مقبولة أن تكون أولا أنت أهل النصيحة، وأنت تفقه ما تقول وتعي ما تقول، ثم تصح النية، نيتك هي لتقريع الإنسان ولا
فضحه في الملأ، ولا لتعليمه، ولا لإرشاده؟ ما هي نيتك؟ فلذلك نعم، كيف تؤدى النصيحة؟ فقولا له قولا لينا، شايف؟ فقل هل لك إلى أن تزكى. طريقة أداء النصيحة لابد أن تكون ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اختيار الوقت المناسب، الحكمة هي اختيار الوقت المناسب والكلام المناسب. أحيانا يكون الكلام ممتاز، آية من القرآن في أهم منها أعلى كلام، طيب، ولكن الوقت غير مناسب، يعني أنت اخترت أسوأ الأوقات. لن تقع في قلبي هذا الإنسان، اختار الوقت المناسب، اختار الوقت المناسب. ولكن طريقة أدائه للنصيحة كانت يعني تسفيهية، وقت مناسب جدا، ولكن طريقة أدائك كانت متعالية، كانت محتقرة للآخر، لن يسمع. فنعم، تصحيح النية أولا، تصحيح النية مهم. كيف تؤدى النصيحة؟ الوقت المناسب، حتى نبرة الصوت. أحيانا أنت تعتذر من إنسان بنبرة صوت معينة وكأنك تسبه. ما شو قلنا عم نعتذر، كنا شوف كيف جن علينا. أنت عم تعتذر، ولكن الطريق أدائك للاعتذار كأنك تشتمه. انتبه، يعني ليس فقط الكلام، الكلام ونبرة الصوت لها بعدها في قبول النصيحة. وإذا وجد المرء منك إخلاصا في أدائك للنصيحة، وأنك لا تريد أن تفضحه في الملأ، وأنك خدته على جنب مثلا، انتظرت الناس حتى يروحوا وحكيته بهدوء ورواء، ولا سفهته ولا قلت له لعلك أشكل عليك أو ما انتبهت أو كذا، هذا الأمر الذي تقوله ليس كذلك، بل العلماء ذكروا كيت وكيت مثلا، إذا كان ينقل مسألة عن العلماء وأخطأ فيها، فيعني تقول له ما هو الصواب بالطريقة التي هي أحسن. هتقول له يا أخي هذا الكلام اللي عم تقوله غلط، وكأنت روح افتح كتاب وقرأ قبل ما تطلع على المنبر. ممكن اللي عم تقوله مظبوط، لابد أنه هو يروح يتعلم قبل ما يطلع على المنبر، ولكن ماذا الذي فعلته أنت الآن؟ سفهت الإنسان وخطأته وأحرجته، وربما لن يفتح كتابه. فالنصيحة سهل، والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبعي الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. يا اللهم لا تجعل المناهي محبوبة في قلوبنا، اجعل طاعتك محبوبة في قلوبنا يا رب العالمين. نقف هون عند هذا القدر من رسالة الإمام الغزالي في أيها الولد، ونفتح الباب لأسئلتكم وتعليقاتكم إذا في عندكم أي شيء. بسم الله، تفضلوا. إذا في أسئلة متعلقة بالدرس بسم الله، وإذا في أسئلة خارجة عن الدرس كمان ما في مشكلة، تفضلوا. السلام عليكم يا شيخ هيثم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. متعلقة بالدرس واقتراح على الكتاب اللي حابب إنه نحن نساعدك باختياره. تفضل. ابتدأ الغزالي نصح تلميذه بخير الكتب كتاب الله ورسوله. فأنا شخصيا ضم صوتي له، وأنا مشتاق جدا لكتاب الله، فأنا أختار كتاب الله. فياريت بمناسبة قدوم رجب وشعبان ورمضان، ياريتنا أنه نبلش بكتاب الله، وأنت خير
من يحدد الكيفية. جزاك الله خيرا، بوركت على هذا الاقتراح. شكرا شيخ حسن. يا هلا يا هلا. أي سؤال آخر أو اقتراح من الإخوة؟ سؤال بعد إذنك شيخ. تفضل. شو الفرق بين متن الكتاب وشرح الكتاب؟ متن الكتاب هو كلام المؤلف، شرح الكتاب في الغالب لا يكون كلام المؤلف، يكون تعليقا من عالم آخر على كلام المؤلف، وقد يشرح المؤلف متنه ممكن، ولكن هذا ليس دائما، ليس دائما. في الغالب أنه المتون تكون من مؤلف واحد، والشرح يكون من مؤلف آخر، وقد يتفق المؤلف هو المتن وهو الشارح، ولكن هذا هو الأقل. الأكثر على اختلاف بين المتن والشرح بين المؤلفين. وفي عندك الحواشي كمان، في عندك المتن، في عندك الشرح، في عندك الحواشي. هذا ثلاث طبقات إذا شئت. يعني الكتاب الأصلي هو يعتبر المتن؟ نعم. تمام. ولكن شو الحواشي؟ الحواشي هو التعليق على المتن. تمام. أو على خليني أقول لك على الشرح. عندك المتن رقم واحد، عندك الشرح، بيجي محشي بحشي على الشرح. مش على المتن، يعني شرح الشارح. الشارح جاء بأشياء ما واضحة كتير، فبيجي محشي بحشي على الشرح، بيشرح الشرح، فبيسموه حواشي. تمام، الله يجزيك الخير. نعم، مشكور. وهذا يعني كثير في الكتب الأولى، الكتب الأوائل، عندك المتون والشروح والحواشي وتعليقات عليها كمان. بيجي في من يعلق على الحواشي، سموها التعليقات، يعني شرحا يطول. الله يجزيك الخير شيخنا. وإياكم. عفوا شيخ حيثم. تفضل. نحن في هذا العصر ممكن كان نفس الشيء لما في مقابل، بس لكن في هذا العصر يعني تأتينا أخبار من هنا وطلب من هنا و شواغل من هنا، ف يعني إذا قلنا يعني بما يعنيه، كيف نعرف ما يعنينا؟ ما يسألك الله عنه يوم القيامة، هذا ما يعنيك. طيب، بارك الله فيك. نعم، هذا واضح، لأن كثيرا ما تقرأ مقال على هذا الشأن، مقال على هذا الشأن، فيصير في رأسك الجدل والتساؤلات، ثم تقول لكن أين النفع؟ لا أستطيع أن أفعل فيه شيء، فإنما تأثرت بلا فائدة. ما هذا كثير كثير الحصول في هذا العصر. نعم، يعني لابد الإنسان يكون متواصلا مع عصره. يعني مثلا، هل قراءة السوشيال ميديا مفيدة ولا غير مفيدة؟ الشيء القليل منها بما يجعلك تحيا عصرك، بمعنى الأخبار العامة، ما يشغل الناس، ما فيه فوائد إلى آخره، هذا مطلوب القليل منه. ولكن أنه تقعد 6-7 ساعات كل يوم على السوشيال ميديا، هذا مضيعة وقت حرام. أول العزوف كلياً عن السوشيال ميديا والأخبار وله علاقة بالواقع، كمان هذا مبالغ، يعني لا هذا مطلوب ولا هذا مطلوب. أيوة. فالتوسط هو المطلوب، وأقل الممكن، أقل الممكن دون مبالغ. بارك الله فيك، شكرا. وإياكم إن شاء الله. ما يؤخذ على الإمام الغزالي أنه كان كثير الاشتغال بالفلسفة اليونانية، هذا الكلام غير سليم صحيح.
صراحة غير سليم وغير دقيق، لأن حتى ابن تيمية، يعني من يعترض على الغزالي بأنه كان يشتغل بالفلسفة، حتى ابن تيمية كان له باع في الفلسفة، حتى رد على كثير من مقولات الفلاسفة والمتكلمين، لا يستطيع أن يرد عليها إلا أن يدرسها ويتقنها حتى يرد عليها، عرفت؟ فالغزالي فعل كذلك، هو قرأ الفلسفة التي كانت الشغل الشاغل للناس، وكان إذا بدك الفتح الإسلامي وترجمات كتب الفلاسفة اللي نحن لنا الشرف كبير أنه حفظنا تراثا كبيرا من لغات أخرى، ضاعت أصولها في اللغات الأخرى وبقيت التراجم العربية التي حفظت تلك الأصول من علوم شتى، ومنها في علوم الفلسفة ترجمها المسلمون إلى اللغة العربية، وكانت لها أثر كبير في صياغة العلوم فيما بعد. فجاء المسلمون وهذبوها ونقحوها وردوا على ما ليس متوافقا مع الشريعة ونقضوه، ما قاموا به بالعكس أمر طيب وجيد ومأجورون عليه، لأنهم كانوا يحمون الشريعة ويحمون حملة الشريعة، والناس الذين تأثروا بالفلسفة وأهل الفلسفة من الوقوع في أغلوطات الفلاسفة وتخبيصات الفلاسفة. فلا بد قبل أن ترد عليهم أن تقرأ هذا العلم وأن تمحصه وأن تتقنه، ثم تفند ما هو موافق للشريعة وما لا يوافق الشريعة وترد عليه. والغزالي نفسه يقول بأن هذه العلوم هي كالدواء للمريض، لا تستعمل إلا عند الضرورة، وهذه مقولة الغزالي رحمه الله تعالى. فالذين يشنعون على الغزالي لم يقرأوا الغزالي. طيب إذا ما في عندنا أسئلة إن شاء الله نختم بالدعاء بسم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم إنا نسألك أن تدخلنا الجنة مع الأبرار آمين برحمتك يا عزيز يا غفار. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، السلام ونعوذ آمين بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت آمين وليها مولاها مولانا رب آمين العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله أن ترضى علينا وأن تجعلنا من المرضيين. اللهم آمين ارض علينا وعلى والدينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين. صلي آمين وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه على أجمعين. آمين صلاة. والحمد لله رب آمين. العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك السلام الله خير يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. الله يجزيك الخير شيخنا. وإياكم.